نادر بكم تنتظرون، عبالكم نسينا أهم منتج بشركة هيتاشي. هاي الثلاجة حجم 26 قدم، أو أكو عالم تبيعها 28 قدم بابيل. شوفون حجم الباب إيش قد عملاق، يعني إذا نجي نقارنها كعرض تطلع عرضها تقريبا 86 إلى 87 88 سنتيم، يعني تعادل حجم 28 قدم أو 30 قدم. عدد لتراتها هذه، هاي القطعة يعني هي 26 أو أكو ب 28 يبيعوها. أعطيكم معلومة مهمة، الهيتاشي تنقاس باللترات ما تنقاس بالحجم، فإحنا قاعد نبيع 28 قدم هذه. شلون تعرفوها؟ إذا تجون تشوفون هذه 26 وتشوفون البابتين وتشوفون الأربع أبواب ال 28، هاي 28 وهاي 28، لكن هاي أصغر من هاي، يعني هاي يعني يبيعوها 27 28. كقياس لترات عندكم المساحة مأخوذة من يم هاي 600 و586 لتر، أما هاي فرق تقريبا 20 لتر، 601 لتر، يعني هذا القطعة أكبر من هاي القطعة بمنتجات الهيتاشي. هيتاشي يمشون على الأثبات ما يمشون على أقدام، لكن إحنا العراقيين يسألون على القدم لأنه ما يمشون بنظام اللتر، فنعطيهم الأقدام التقريبية، يعني من يسألون على ثلاجة نعطيه حجم تقريبي بالمقارنة مع المنتجات اللي كانت تنقاس على الأثبات. أتمنى تفهموني، خلونا من هذا الحكي نتكلم لكم على المواصفات. هذه تعتبر أكبر ثلاجة بابيل انتجتها شركة هيتاشي. الشكل الخارجي كلش حلو، وجه جام، هذا الوجه جام مزجج، دايول فان كولينج، نظام الانفيرتر تسحب امبير اقل امبير على فولتيت 220 فولت. عندنا جامعه عاكسه كلش حلوه، يعني تتناسق ويا الديكور، تخليه بي انت يده مخفيه مثل ما ملاحظين، تقدر تفتحها بالوقت اللي يعجبك. سلك كنترول تقدر تحكم بالفريز والريفرج اللي هي الثلاجه، تيب كنترول، كويك فريز، انرجي سيفنج لوك، قفل الاطفال موجود بيها. هذا الداخل مالتها، طبعا الداخل كلش كبير وواسع للي يدور ثلاجات بابتين حجم كبير. هاي تعتبر اكبر ثلاجه بثلاجات الهيتاشي بابتين او بقيه الماركات كلها، يعني تجي بس الال جي تعادلها بالحجم. لايت ال اي دي، ايس ميكر متحرك، انظمه التشغيل مالتها انفرتر، دايل فان كولينج، نانو تيتانيوم، تيم كومبريسور او ضاغط مزدوج. الضاغط المزدوج نضاف بموديلات 22 فقط، يعني اذا انت لقيت بالسوق شوية سعر أنسب منها لكن تفتقد لهاي الماركة، أنصحك ما تأخذها، تأخذ هذه الضغط المزدوج لأن يكون تبريدها مستمر حتى إن كانت الكهرباء ضعيفة. تصنيع ياباني تجميع تايلندي. الداخل مالتها بها نظام النانو تيتانيوم اللي يمنع تكون الروائح الكريهة، اللي يساعد على تدوير الهواء ويخلي الأكل طازج لأطول فترة ممكنة. خانات عندنا هنا ثلاث خانات، والخانة الرابعة جام تقدر تفصلها تصير خانة او تقدر تخليها تصير خزان عندك، تقدر تتحكم بها انت بالارتفاع مالتها. لايت ال اي دي عندنا كلش حلو هنا ضايفينه به، وهذه القطع فاصليها عندكم كانت متصله تكون منفصله بهذا الموديل. هذه قطع تقدر تستفاد تحفظ بها اي شيء تحتاجه انت. عندكم مقبضين لليد، يعني اذا نسدها تمام، خليني اشرح لكم عليها. عندكم سحبه من هنا تقدر تسحب الباب تفتحه، عندكم سحبه من هنا تقدر تفتح الباب وتسحبه، وهذا ايضا ميزه كلش حلوه. ضمان بها لمده 10 سنوات، تجي بلونين فقط، اللون الاسود واللون الفيلي. حبيت اوضح لكم فكره، قلت لكم جت موديلات قديمه تختلف، شلون تختلف او شلون تعرفون الاختلاف؟ اول شيء هاي ازرار التحكم تشوفوها تكون هنا ما تكون هنا. ثانيا يجي هذا الوجه مو جام، هاي الموديلات قديمه 19 18، تجي الوجه معدن مالته لكن هذا يجي جام. وهذا الموديل ضافوا به فقط تيم كنترول و زيدوا شوية مساحة هاي الثلاجة. متوفر توصيل كل محافظات العراق، عنوانك رادة خارج مقابل مدرسة الإمام جواد، حياكم الله، ألف هلا بكم.